يارا صبري ممثلة سورية، ولدت في دمشق عام 1971، وهي ابنة لعائلة فنية عريقة. والدها الفنان الكبير سليم صبري، ووالدتها الفنانة ثناء دبسي، وزوجها الممثل ماهر صليبي. بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 عبر مسلسل شجرة النارنج. توالت أعمالها الفنية وانتسبت لنقابة الفنانين السوريين عام 1998. تغيبت عن الشاشة التلفزيونية عام 2011، وذلك عند بدء الأزمة السورية، فانتقلت للإمارات وهي الآن تقيم في كندا. أكد والدها أنها ليست ممنوعة من دخول سوريا على الرغم من موقفها السياسي. ما هو رأيكم بالفنانة يارا صبري؟